بقى نشوف يعني طريقة بقى. هات عشان ادوق هنا حتة كده. طعمها جميل، طعم الحشو تحفة. مع بعض الوصفة بتاعتنا عندنا هنا يعني هبتدي ب 250 مللي من الحليب. الحليب اللي عندي دوت حليب زي ما انتوا شايفين هو روب، فانت عايزة تحطي مية ماشي مفيش مشاكل، عايزة تحطي لان عايزة استفيد بيه حليب بس ماشي. ف 250 قابل للزيادة لحد 300 مللي، قابل للزيادة لحد 300 مللي. هضيف عليه معلقتين كبار من السكر، معلقة من الخميرة، أضيف عليه كمان معلقة من الخل، أدمج المكونات دي كده مع بعضها. عندي هنا البيكنج باودر، هضيف حوالي معلقة صغيرة. الدقيق بتاعي 450 جرام من الدقيق، هبدأ ان انا اعجن المكونات دي كده مع بعضها بحيث ان يختفي الدقيق، وهضيف بعد كده معلقة من الزيت على معلقة من الزبدة، انا مدفياهم بس على النار شوية. بس نسينا بقى الخطوة اللي دايما بنساها، هو الملح، حط الملح. هضيف عندي معلقة من قشطة الحليب، لو عندك متعشر حطي، ما عنديش خلاص. وأضيف وأبدأ إن أنا أعجن المكونات دي مع بعض. عجينة معانا هي زي ما انتوا شايفين، لو ايديكي مغسولة ومنشفاها فأنا زي كده زي جوانتي ما بتلتزقش معانا. هنبدأ ان احنا نغطيها كده على الطناجة ونسيبها لحد اما تختمر. هاجي عندنا خمرة، نبدأ بقى ان احنا نجمعها ونقطعها قطع متساوية. هنغطيها بقى ترتاح حوالي 10 دقايق بعد ما مر بقى الوقت بتاعنا 10 دقايق. نبدأ بقى ان احنا نفردها. اي حشو بقى عندك بتحبيه، حطي باستا، حطي شوكولاته، حطي نوتيلا، حطي اي حاجه، حطي جبنه. هي هنغطيها ونسيبها لحد اما ترتفع معانا، يعني بقى شكل فني حبة البركة. نبدأ ان احنا ندخلها فرن سخن، استنونا. ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. هنبدأ بقى ان احنا ندهن الوش ايه بقطعة زبدة كده قبل ما نغطيها. دي حاجة نضيفة عندي، هغطيها لحد ما تهدى خالص.